محمد من حائل معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. طال عمرك سؤالي بالقرآن، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب. اللي يرضع أكثر من حولين هل هذا جائز يا شيخ؟ لأني أذكر أنا اللي قبل 40 سنة كذا كانوا يوقفون يا غلق سنتين، وهل اللي ما ترضع ابنها الآن بدون عذر هل هي عاصية هذه ألاية وعليها ذنب؟ شكرا. لا. نعم، مدة الرضاع حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة، فما دام المولود لا يتغذى إلا بالحليب فإنه يرضع بالحليب، فإذا بلغ الحولين يفطم إذا كان استغنى عن الرضاع بأكل الطعام فإنه يفطم عند تمام الحولين. نعم.